عليكم متابعين شركة العربي للحاسبات. تابلت إيلايت باد 900 حجم 10 إنش، يجي هو الدوك ستيشن اللي يشحن عن طريقه. الدوك ستيشن مالته يحتوي على منافذ HDMI VGA واللان طبعا، وأربع منافذ USB 3. هذا الدوك ستيشن يوصل عن طريق الشحنة ويشحن عن طريقه. طبعا هذا معالج التوم رام 2 جيجا هارد 64، مناسب جدا للي عندهم برنامج كاشير، اللي عندهم جماعة المطاعم، جماعة الصيانة مال السيارات. يحتوي على كاميرا أمامية وكاميرا خلفية، ينشال بهالطريقة، تجي ويا الحافظة مالته هالشكل تشحن. طبعا شحن كلش قوي، بطاريته 8000 ملي أمبير، توفر لك شحن 6-7 ساعات. هذا الدرع مالته، يعني هو يجي بهذا الشكل التابلت، يجي الدرع مالته يربط عن طريقه، يطلع مثل هذا بالضبط يجي وياه. ملحقاته الكيبورد الوايرلس، كيبورد بلوتوث، يمشي ساعات شحن كلش طويلة بالعشر ساعات تقريبا. إضافة الدوك ستيشن مالته هذه يجي وياه، والتابلت هو اللي أمامكم، تجي ويا الشاحنة مالته وضمان بيه لمدة أسبوعين. السعر مالته سعر حصري يطلع ب 145,000، وتوصيل 10,000 كل المحافظات. حتى تحجز اسمك ورقم تليفونك وعنوانك أو رسالة للصفحة. شكرا لمتابعتكم.